إذا للوقوف عند أزمات الاقتصاد الريعي وفشل حكومة السوداني في تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، ينضم إلينا عبر سكايب الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا. ودكتور صباح حياكم الله، مرحبا بكم. يعني السوداني أطلق الوعود بشأن تحقيق نهضة اقتصادية، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل القومي للعراق. دكتور، الآن وبعد أكثر من سنة على رئاسة السوداني للحكومة في العراق، هل حقق طفرة نوعية اقتصادية دكتور؟ تحية لكم. حقيقة منذ سنة تم تشكيل حكومة السوداني وحتى اليوم، ورغم كل أشكال الوعود التي طرحت، لم يتمكن السوداني من الوصول إلى تحقيق أهدافه، وإنما بشكل هامشي نتيجة لحالة التناقض في داخل القوى المتحكمة في القرار الاقتصادي أو القرار السياسي بالأحرى، لاحظ، لعمل الحكومة، وهذه القوى هي التي جاءت بالسوداني. ولكن لاحظ أن السوداني حاول جهد إمكانه أن يعبر الحواجز التي وضعت أمامه أو التي تواجدت أمامه منذ 20 عاما ولغاية الآن. لذلك لاحظ أن القوى التي جاءت بالسوداني تنقسم إلى، في رأيها وفي دعمها للسوداني، إلى نوعين من الرؤى. الرؤية الأولى أنها قوى تعمل على دعم السوداني وأهدافه والعمل على تحقيقها، من أجل، ليس من أجل رفع مستوى الحياة الاقتصادية والانتعاش الاقتصادي في مجال الصناعة والزراعة وغيرها، وإنما في سبيل توسيع قاعدتها الشعبية فقط، أي إرضاء الشارع. والجانب الثاني أو الفئة الثانية التي جاءت بالسوداني لا تريد دعمه بشكل أو بآخر، نتيجة لخوفها من حالة تمرده واستفحاله، وهذا قد يعطيه إمكانية لإقصاء بعض العناصر الموجودة في داخل الحكومة المتمثلة بالمحاصصة لهذه القوى، وخاصة قوى الإطار، اللاحظ، التنسيقي، التي هي التي جاءت بحكومة السوداني بعد انسحاب الصدر من مجلس النواب ومن تشكيل الحكومة، وهو الفائز بنسبة كبيرة جدا تقدر 73 نائبا. إذن هناك حالة من حالات التخبط نتيجة للرؤى هذه القوى السياسية التي دفعت بحكومة السوداني باتجاهات متناقضة بشكل يؤدي ذلك إلى قرارات غير صحيحة وغير سليمة، خصوصا في الجانب الاقتصادي. لذلك نلاحظ أن الحكومات السابقة اعتمدت بشكل كبير جدا وبنسبة عالية تقدر أكثر من 95% على الإيرادات النفطية، وأصبح العراق ممثلا بين دول العالم أنه بلدا ريعيا. طيب دكتور، في هذه النقطة كما تفضلتم، وأيضا هناك تقارير اقتصادية محلية ودولية تؤكد أن السلطات الحكومية في العراق لا تزال تنتهي سياسة الاقتصاد الريعي في الاعتماد على النفط في الموازنة العامة، ما خطر الاعتماد على الاقتصاد الريعي على اقتصاد العراق مستقبلا دكتور؟ مستقبلا، أول جانب جوهري وأساسي أن الإيرادات النفطية غير ثابتة، مرتبطة بشكل أو بآخر بالأسعار العالمية للنفط والطاقة بكل أشكالها. لاحظ هذا الجانب، بمجرد وجود حالة من حالات الاهتزاز للأسعار الطاقة في العالم نتيجة الصراع للأقطاب المختلفة، وهذا ما شاهدناه أثناء الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من حالات التوتر الموجودة في العالم، اللاحظ، التي قد تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار، أي بمعنى عدم استقرار الإيرادات النفطية للعراق،
ولذلك نلاحظ هناك لا توجد استراتيجية معينة في مسألة تدعيم وتطوير الحالة الاقتصادية للعراق نتيجة لوجود حالة صراع سياسي وبنفس الوقت صراع أمني إقليمي. هذا كله يعطي مؤشرات سلبية للاقتصاد العراقي وعدم الوضوح وعدم الاستقرار في كل الجوانب، وهذا ما شاهدناه في مجرد أن دخل العراق بكورونا. نلاحظ تغيرت بشكل أو بآخر سياسة الدولة المالية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها، وهذا انعكس سلبا على حياة المواطن. وما زال ولغاية الآن تعيش الحكومات السابقة وحتى حكومة السوداني على طبيعة الوعود وارتفاع الإيرادات النفطية، ولكن بمجرد أي انخفاض لأسعار النفط سيؤدي ذلك إلى حالة التراجع لعدم وجود حلول حقيقية وإصلاح حقيقي للاقتصاد العراقي الذي يسمح بتنويعه، تنويع الإيرادات من إنتاج صناعي وإنتاج زراعي وخدمي وسياحي وغيرها من المجالات المختلفة لتنويع الإيرادات وتعضيدها وتخفيض الاعتماد على الإيرادات النفطية. ولكن مع الأسف حالة الصراع الإقليمي والتغلغل الموجود في الاقتصاد العراقي نتيجة لسياسات دول الجوار وحتى عالميا نلاحظ من خلال مافيات الفساد بكل أشكاله أدى ذلك إلى حالة من حالات عدم الركود، ما نسميه بهشاشة الاقتصاد وهشاشة الدولة في سياستها وعدم وجود استراتيجية حقيقية لعملية الإصلاح الاقتصادي. على ذكر الهشاشة، يعني السوداني لم يسيطر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، هل هذا مؤشر على هشاشة السياسة الاقتصادية للدولة؟ لا شك هي هشاشة الدولة الناتجة من عملية الاعتماد على الإيرادات النفطية وإهمال القوى الأخرى المتمثلة بالصناعة والزراعة وغيرها والاعتماد على السلع المستوردة ودون الاعتماد على السلع المنتجة محليا دون وجود أي شكل من أشكال التنافس المحلي مع السلع المستوردة، وهذا لا يعطي إمكانية لعمليات التطور. ولذلك نلاحظ زيادة في الفقر، زيادة في البطالة. نلاحظ هذه انعكاسات واضحة للدول الريعية، مما تعطي مؤشرات مستقبلية تؤدي إلى اضطراب الشارع، وهذا ما حصل في 2019. السياسة الاقتصادية في العراق سياسة غير واضحة، لذلك نلاحظ الدولة تحاول الهيمنة من قبل القوى والأحزاب التي تعمل على إدارة السلطة، لا تعطي الفرصة لتطوير القطاع الخاص الذي يقلل بنشاطه، يقلل من حالة الفساد، بينما القطاع العام بالإمكان لهذه القوى السياسية المتحكمة تتمكن من عمليات الهدر والسرقة والتحايل بأشكال مختلفة والوعود التي تطلق في المشاريع المختلفة، وهذا ما أطلقه السيد السوداني في مسألة طريق الحرير العراقي أو الخط التطور الاقتصادي العراقي الذي يأخذ شكل من أشكال الخصوصية بعد فشل الاتفاق مع الصين حول طريق الحرير والحزام الذي كان سيؤسس بشكل أو بآخر إلى بنية تحتية حقيقية في العراق، ولكن مع الأسف الضغوط الإقليمية والدولية استبعدت العراق وانتزعته من عملية تواجده في هذا المشروع الدولي الكبير جدا. لذلك نلاحظ الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أطلق مشاريع مختلفة يحاول زج هذه الدول الهشة فيها شكليا دون وجود أي منافع أخرى
التي تنعكس على حالة التطور الاقتصادي في المجالات المختلفة للحياة. على ذكر الصناعة والزراعة، هذه القطاعين أو القطاعين لابد من التوقف عندهما. إذا كان العراق يمتلك المقومات المالية والطبيعية اللازمة لتحقيق نهضة زراعية وصناعية، ما أسباب انهيار هذين القطاعين الزراعة والصناعة في العراق؟ الجانب الأساسي والجوهري في الانهيار هو الاعتماد على الإيرادات النفطية في عملية استيراد احتياجات البلد. ولذلك نلاحظ سنويا بين كل سنة في الموازنة نلاحظ تزداد عمليات بيع العملة بحجة استيراد المواد المختلفة، ولذلك نلاحظ عمليات تبييض الأموال من خلال عمليات بيع العملة وعمليات الاستيراد الغير واضحة أو الغير المسيطر عليها من بقانون واضح جدا وتطبيقه على من يعمل على شراء العملة والعمل على إخراجها إلى الخارج. نلاحظ هذا أدى إلى خسائر كبيرة جدا للعراق بوجود هذه العملية التي أدت إلى انخفاض كبير جدا أو بالأحرى شبه توقف عديد وآلاف المصانع والمعامل الموجودة، إضافة إلى الجانب الزراعي وانخفاضه بعدم وجود قوانين حقيقية وإجراءات تعمل على الحفاظ على المنتج العراقي بالمنافسة مع المنتجات المستوردة. هذا نلاحظ أدى إلى تدهور الصناعة والزراعة بالعراق، وكذلك أيضا حتى الجانب السياحي والخدمي وانعكاساته على معيشة المواطن. عبر سكايب الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لكم.